أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. نشر حساب على إنستغرام صورة جديدة لسعد لامجرد من داخل ملهى ليلي بباريس وبجانبه الجزائري المدعو مارز، وذلك قبل ساعات قليلة قبل اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بعد أن وجهت له الفتاة الفرنسية لورا بريول تهمة اغتصابها وتعنيفها. وقد تم تأكيد أن هذا الأخير متورط في المؤامرة التي تعرض لها سعد لامجرد، خصوصا بعد ظهوره في مجموعة من الصور رفقة صديقات الفتاة لورا بريول المتورطات بدورهن في خطة الإيقاع بالفنان المغربي. وقد تم الكشف عن هوية هذا الجزائري من خلال حسابه على إنستغرام، وتم تداول شكوك تفيد أنه هو نفس الشخص الذي قام بالتقاط صورة لحظة اعتقال سعد لامجرد، وهذا ما قمنا بتأكيده في فيديو سابق، وأثبتنا من خلاله أنه هو الشخص الذي التقط الصورة فعلا من خلال ظهوره في مرآة السيارة وظهور بعض الأدلة التي تؤكد ذلك. لنحلل الصورة جيدا، فبالتركيز على الشخص الذي يظهر في مرآة السيارة سنجد الشخص أن لديه فراغا في الشعر على جهة اليسار، وهذا ما يظهر على شعر هذا الشخص أيضا، فلا يمكن أن تكون كل هذه صدفة. فهناك مصادر تقول أن الشخص لديه سيارة من نوع سيتروين سي 5، وهذا واضح على الصورة. ويبقى السؤال المطروح، لماذا غادر ماريز فرنسا واستقر في الجزائر مباشرة بعد اعتقال سعد لامجرد وظهور اسمه من بين المتورطين في القضية؟ للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.